السلام الله عليكم الاصدقاء. اليوم غنكملوا السلسله ديالنا حول مجال علوم التربيه، وغنديروا التوصيف ديال امتحان علوم التربيه. المختلف هذه السنه في مجال الامتحان ديال مباراه التعليم هو انه علوم التربيه غتكون ماده عندها معامل ديالها 5، اضافه الى ماده ديداكتيك تخصص بالنسبه للسلك الثانوي اعدادي. بالنسبه للابتدائي غادي يكون عندهم مجال ديداكتيك التخصص، غادي يكون عندهم علوم التربيه داخله في ديداكتيك ديال المواد. المجالات الكبرى اللي غادي يكون فيها امتحان هذا العام هي جوج المجالات، مجال ديال علوم التربيه اللي المعامل ديالو 70%، والمجال الثاني هو المرتكزات والمفاهيم الاساسيه للديداكتيك. قبل ما نبدا التوصيف ديال الامتحان بغيت نشير لواحد الفكره اساسيه، وهي ان امتحانات هذا العام غتكون بصيغه QCM، اذن هذه المجالات الفرعيه اللي غتكون داخل الامتحان كلها غتحضر من خلال اسئله فيها 4 اختيارات او 5 اختيارات او فيها اختيارات صحيح ام خاطئ. اذا خص الطلبه ينتبهوا لهذه النقط هذه، لان الامتحان غادي يكون فيه اسئله دقيقه جدا، وغتكون فيها مجموعه ديال لي بييج ومجموعه ديال الاشياء ملتبسه، فلهذا الفرق بين الطلبه غادي يكون في الانتباه بزاف ودقه الملاحظه في الاجابه، لانه ما غاديش يكون الجانب المعرفي هو الاساسي بقدر ما غيكون الجانب ديال التركيز والانتباه اثناء عمليه الاجابه. المجال الفرعي الاول النمو النفسي للطفل والمراهق. هنا غنتكلموا على مجموعه ديال النقاط. اولا مفاهيم النمو ونظرياته. طبعا لدينا الكثير من نظريات النمو النفسي، لعل اشهرها نظريه النمو النفسي عند جون بياجي، وهنا تنتكلموا على النظريه البنائيه المعرفيه التي يقول فيها جون بياجي بان النمو عند الطفل تنتقل من المرحله الحسيه الحركيه الى المرحله ما قبل العمليات العقليه الى مرحله العمليات المشخصه ثم مرحلة العمليات التجريدية. الفكرة ديال جون بياجي بأن النمو ديال الطفل تنتقل من الإدراك الحسي إلى الإدراك الواقعي إلى الإدراك العقلي المتعالي أي المجرد. طبعا جون بياجي تتكلم على مجموعة المفاهيم اللي منها التكيف، اللي منها الملائمة، اللي منها الخرائط الذهنية، وهذه المفاهيم كلها تتصب في واحد الفكرة أساسية، أن النمو ديال الذهن ديال الطفل هو نمو يتم بطريقة بنائية وبطريقة تراكمية، أي يبدأ الطفل بإدراك الأشياء البسيطة إلى أن يدرك أكثر الأشياء تعقيدا مع نموه الذهني ونموه العقلي. عندنا نظرية أخرى كذلك تسير في نفس الاتجاه، وهي نظرية إيريك إريكسون أو ما يسمى النمو النفسي والاجتماعي. هذه النظرية هذه تقول بأن العوامل السيكو-اجتماعية تتساهم في بناء الشخصية، خلاف النظرية ديال فرويد تقول بأن الطفل تتنمى من خلال الجانب السيكولوجي أي من خلال الجانب الغريزي الذاتي، وتتركز على الارتقاء الاجتماعي، وبأن الطفل ديك الأنا ديالو اللي هضر عليها حتى فرويد، ولكن هذه الأنا هذه تتبنى داخل المجتمع، ويرى بأن نمو الشخصية لا يتوقف ويستمر مع الزمن، وتأكد على أهمية الحرية والاستقلالية في نمو الشخصية ديال الطفل. دونك هنايا تنتكلموا على واحد المقاربة تتأكد الحرية الفردية، وتتأكد بأن البعد الاجتماعي مهم في تعزيز حرية الفرد وحرية الطفل والقدرة ديالو على مواجهة الصعوبات والتحديات في الحياة ديالو. إذا بشكل عام هذا المجال الفرعي تركز على الجانب ديال النمو النفسي والاجتماعي عند الطفل وعوامل هذا النمو والمظاهر ديالو عند المتعلم. طبعا هذا تختلف المقاربات وتتنوع، ولكن كلها تتصب في نفس الاتجاه، وهي تنمية الجانب المعرفي والوجداني والاجتماعي عند المتعلم، وأنه يكون شخص متوازن ومستقل وعنده القدرة على التصرف بإرادة وحرية تجاه الذات ديالو تجاه المحيط اللي تعيش فيه. عندنا المجال الفرعي الثاني وهو علم النفس التربوي. طبعا نعرف بان علم النفس يهتم بالجانب السيكولوجي اي بحياه الفرد النفسيه الداخليه، لكن عندما نقول علم النفس التربوي اي النظريات التي تهتم بهذا الجانب السيكولوجي ولكن من الزاويه التعلميه، اي كيف يتلقى ويتعلم المتعلم او كيف يتلقى التلميذ المعلومات ويكتسبها كمهارة. هنا عندنا مجموعه ديال النظريات السيكولوجيه اللي تتكلم على التعلم، لعل اشهر هذه النظريات هذه نظريه التحليل النفسي اللي ديال سيغموند فرويد، تتكلم فيها على مراحل النمو السيكولوجي وكيفاش الطفل تندمج داخل المجتمع. عندنا كذلك النظريه السلوكيه اللي تطورت كثيرا في المجتمع الامريكي مع سكينر ومع جون واتسون وبافلوف وغيرهم من السيكولوجيين الذين يرون بان التعلم هو عملية اشتراطية، يعني أن هناك مثير وهناك استجابة،
والمتعلم داخل هذا المثير الذي يقدم له الأستاذ يتعلم مجموعة من المعطيات ومجموعة من المعارف، وهذه هي اللي غتكون رائجة في مجال بيداغوجيا الأهداف. يعني من الأسس النظرية ديال بيداغوجيا الأهداف هي النظرية السلوكية. إضافة لذلك عندنا النظرية البنائية والسوسيو بنائية. البنائية اللي جات مع جون بياجي اللي تقول بأن المعارف التي يكتسبها المتعلم تبنى داخل خريطة ذهنية عند الطفل، وأن المعرفة ليست شيء ملقى إنما تكتسب بشكل متدرج، وأن المتعلم الذكاء دياله يتطور وينمو من خلال خريطة ذهنية، وبالتالي فإن المعرفة تبنى بشكل تدرجي ويتلقاها المتعلم من خلال مجموعة من آليات سيكولوجية اللي سميناها آليات الملائمة وآليات التكيف. وعندنا النظرية السوسيو بنائية ديال ليف فيغوتسكي تقول بأن المعرفة تبنى ولكن تبنى داخل المجتمع، بمعنى هناك مرتكزات اجتماعية لعملية التعلم تسميها فيغوتسكي انطلاق عملية التعلم داخل المدرسة. هذا الانطلاق يتطور من خلال آلية الذكاء الفردي والجماعي، أي تفاعل المتعلم داخل الشروط الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها. وكين كذلك البعد الثالث هو البعد الاجتماعي والبعد التفاعلي، لأنه المعرفة ماشي طبيعية بالنسبة لفيغوتسكي إنما تبنى داخل المجتمع، وبالتالي حتى الذكاء عند الطفل ماشي ذكاء طبيعي وإنما ذكاء يرتبط بنمط الاجتماعي الذي يتلقاه المتعلم. يعني الدري اللي تتلقى واحد المعرفة واحد نشئة اجتماعية جيدة تساهم في الذكاء والنمو الذهني، في حين أن الطفل ما يتلقاش واحد الاهتمام واحد التقدير واحد البناء معرفي ما تتطورش الملكات والخبرات المعرفية ديالو. ثم عندنا نظرية المعرفية لا تيوري كونيكتيف. هذه النظرية هذه جاءت على أنقاض نظرية علم السلوكي، وتترفض هذه النظرية وتقول بأن التعلم يتم من خلال التفاعل بين استراتيجيات معرفية وتمثلات التلاميذ، بمعنى أن المتعلم حتى هو عنده واحد المجموعة البنيات المعرفية، وأن هذه الخبرة ولا هذه المعرفة تتلقاها ما تتلقاهاش بشكل جاهز، بل هو تدمجها داخل البنية الداخلية دياله، وهذه البنية هي تدمجها بواحد طريقة معينة لتعطينا أن المخرجات تتكون مختلفة من تلميذ لتلميذ. إذن هنا يجب استحضار تمثلات التلميذ داخل عملية التعلم، وأن هذا المتعلم حتى هو يساهم بناء المعرفة بشكل مختلف وبشكل متنوع. أن التعلم ماشي غير تراكم ديال المعرفة، إنما هو بناء لفئات وبنيات مختلفة لهذه المعرفة. وحتى لا أطيل في الحديث عن علم النفس التربوي، أنخلي لكم في صندوق الوصف مجموعة من المقالات اللي عندها علاقة بالنظرية التربوية، يمكن لكم تطلعوا عليها أكثر حول مجال علوم التربية. ثم لدينا المجال الفرعي الثالث اللي هو المقاربات البيداغوجية. نعرف بأن علم النفس التربوي يعني يضع مجموعة من النظريات السلوكية والمعرفية والبنائية لكي نتعامل مع المتعلم، ولكن البيداغوجيات ولا المقاربات البيداغوجية هي الآليات التي سننزل بها تلك التصورات السيكولوجية في مجال التربوي ومجال التدريس. نعرف بأن في المغرب كانت عندنا مجموعة ديال المحطات، هنا في التوصيف داري لكم جوج المحطات كبار اللي هي البيداغوجيا الأهداف، الأسس النظرية والمفاهيم الأساسية وصياغة الأهداف. نعرف بأن الأسس النظرية ديال البيداغوجيا الأهداف بدأت من خلال مجموعة من التحولات التي عرفها المجتمع الأوروبي والأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية. طبعا عندنا مجموعة من النظريات العلمية التي تؤثر بيداغوجيا الأهداف، أهمها علم النفس السلوكي اللي هضرنا عليه قبيلات، إضافة إلى الفلسفة البراغماتية، إضافة إلى المدرسة التايلورية التي جاءت من خلال فكر المقاولات وزيادة الإنتاجية. المنطلقة الأساسية ديال بيداغوجيا الأهداف أن السلوك يمكن ملاحظته ويمكن قياسه، كما اعتبروا بأنه يمكننا أن نبني مجموعة من الصنفات اللي من خلالها نحدد شنو هما الغايات اللي غنهدفوا لها للتعلم. طبعا هنا كاين مجموعة ديال الأساليب اللي تستعملت في التصنيف ديال بيداغوجيا الأهداف. يعني يحتاج الطلبة هنا للاطلاع على بعض الأسس العامة لبيداغوجيا الأهداف وكيفية التصرف معها والتعامل معها. ثم لدينا عنوان آخر وهو المقاربة بالكفايات، الأسس النظرية والمفاهيم الأساسية والتصريف الإجرائي. طبعا نعرف بأن في المغرب أن المقاربة بالكفايات بدأت مباشرة بعد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأن الهدف لهذه المقاربة هو تجاوز الأهداف اللي ما تثبتت أنها غير صالحة نظرا للتنوع ونظرا لمجموعة التغيرات اللي وقعت في النظام التعليمي،
وأول حاجة هو أن حتى المقاربات السيكولوجية تغيرت، لأن تطور نظريات أخرى مثل نظرية الجشتالتية والمعرفية والبنائية والسيكو بنائية والسوسيو بنائية، هذه النظريات كاملين أعطونا واحد الفكرة بأنه التعلم الناجح يجب أن يكون المتعلم مساهما فاعلا في بناء عملية التعلم. وبالتالي هناك مجموعة من الأساليب، منها الوضعيات المشكلة، الوضعيات المسألة، وطرق تدريس الفعالة، وهذا الشيء كله يدخل في واحد المسألة أساسية، وهي أن المتعلم يجب أن يساهم هو أيضا في بناء التعلم، وأن التعلم هو فعل تفاعلي، وأن المتعلم ليس متلقي سلبي إنما له دور فاعل في بناء المعرفة. هنا غادي نمشيو للنقطة الثالثة اللي كاينة في المجال الفرعي الثالث، وهي طرق التدريس واستراتيجيات النشيطة. هنا هذه المقاربة بالكفايات اللي درنا على أنها تجعل المتعلم عنده واحد دور فاعل في عملية التعلم، تحتاج إلى مجموعة من البيداغوجيات الفعالة. هذه البيداغوجيات الفعالة رشرت لها في مجموعة الفيديوهات، نخلي لكم صندوق الوصف، اللي منها كما وصفوا هنايا حل المشكلات، وهذا حل المشكلات تنطلق من فرضية ما يسمى الوضعية المشكلة، أي أن المتعلم المعلومات اللي نقدمه له لا يجب أن تكون جاهزة، وإنما يجب أن تبنى من خلال مجموعة من الوضعيات ومجموعة من الأساليب مختلفة في التدريس تفترض أن المتعلم حتى هو عنده بنية معرفية، بحال البيداغوجية الفارقية التي تحترم الفوارق الموجودة بين المتعلمين على المستوى المعرفي وعلى المستوى السيكولوجي، إضافة إلى بيداغوجية المشروع التي ترى بأن المتعلمين حتى هما يمكن لهم يبنيوا مشاريع فصلية داخل القسم، لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي، وهذه كلها مقاربات ذات بيداغوجيات فعالة، إضافة إلى بيداغوجية الخطأ، إضافة إلى دراسة الحالة، بيداغوجية الفصل المعكوس، يعني هذه الأنواع كلها البيداغوجية المشترك بينها أنها تتوضع التلميذ في أنساق معرفية مختلفة وفي أشكال مختلفة باش المتعلم يحتك بالمعرفة ويبنيها بشكل ذاتي، تحترم الفوارق الفردية، إضافة حتى البيداغوجية الذكاءات المتعددة اللي تقول بأن كل طفل ولا كل تلميذ عنده واحد نوع من أنواع الذكاء يختلف على التلاميذ الآخرين. ثم عندنا المجال الفرعي الرابع اللي هو المجال الأخير في مجال علوم التربية، سوسيولوجيا التربية ودينامية الجماعة. إذا كانت السوسيولوجيا تهتم بدراسة المجتمع، فإن سوسيولوجيا التربية تهتم بدينامية الجماعة داخل الفصل الدراسي، يعني كيفاش يتم التعلم داخل المجتمع، كيفاش يتفاعل المتعلم داخل المجتمع اللي تتعلم فيه، يعني هذه كلها مفاهيم سوسيولوجية. هنا عندنا مجموعة ديال النقاط شاروا لها من النقطة الأولى، وهي مفاهيم ونظريات سوسيولوجيا التربية. أنا خص الطلبة يقلبوا على بعض النظريات في مجال سوسيولوجيا التربية، ولعل من أشهرها النظرية الوظيفية البنيوية ديال إيميل دوركايم، اللي تقول بأن المتعلمين خص يكون عندهم واحد النظام اجتماعي يستقروا فيه، وأن المدرسة كمؤسسة الدور ديالها هو أنها تعزز القيم للمجتمع وتحقق الاستقرار داخل المجتمع، يعني أن داكشي اللي كاين في المجتمع خص ديروا المدرسة، فبالتالي الفرد يبنى داخل المدرسة باعتبار أن المدرسة الوظيفة ديالها هو تعزيز النمط الاجتماعي اللي كاين داخل المجتمع. ومن جهة أخرى لدينا الرمزية التفاعلية اللي تكلم عليها ماكس فيبر، وهو من رواد علم الاجتماع التفاعلي أو علم الاجتماع التفهمي، تقول بأن الفرد ماشي متلقي سلبي بل حتى هو تساهم في بناء تصور دياله حول ذاته وحول المجتمع. إن هنا التفاعلية الرمزية تقول بأن الفرد ليس متلقي سلبي، هذه النقطة الأولى. ثانيا حضور ذاتية المتعلم داخل بنية التعلم المجتمعي والسوسيولوجي. ثالثا أن الفرد له تأثير مهم على المجتمع، ولعل المخرجات ديال مجموعة من المواثيق اللي هضرت على التعليم في العالم وحتى في المغرب تقول بأن الهدف ديال التعليم أن يكون التلميذ ولا هذاك الطالب قادرا على الاستقلالية، على الحرية في التفكير، على اتخاذ قرار بشكل مسؤول، وهذه كلها تأكد على حرية الفرد وعلى تنمية فكرة الاستقلالية داخل المجتمع. يمكن أن نضيف كذلك النظرية الصراعية اللي تقول بأن المدرسة هي في الصراع مع المجتمع ومع النظام السياسي القائم، واللي من رواد ديالها بيير بورديو، إضافة إلى غرامشي، تقول بأن دور المدرسة خصها تتجاوز النظام اللي كاين وخصها تحاربه، وهذا هو الكتابات اللي كان دار بيير بورديو حول إعادة الإنتاج والعنف الرمزي، وتقول بأن المدرسة داخل المجتمع تتعاود تبني الهيمنة ديال الطبقة المسيطرة. وتقلبوا شوية في هذه الأفكار اللي عندها علاقة بالنظرية الصراعية حول المدرسة. نقطة أخرى كاينة داخل مجال السوسيولوجيا، وهي
سوسيولوجيا التربية بالمدرسة المغربية. هنا غنهضروا على تاريخ ديال تطور النظام التعليمي بالمغرب، وشنو هي اهم الرواد ديالو، اهم الكتاب اللي كتبوا في مجال التربيه وسوسيولوجيا التربيه في المغرب، شنو هي انماط التدريس اللي استعملها المغرب منذ الاستقلال الى اليوم. نقدروا نهضروا على مثلا انتقال من التدريس بالمحتوى الى الاهداف الى بيداغوجيا الكفايات، وكذلك بعض اهم المحطات اللي عرفها المغرب، بعض المواثيق الكبرى بحال الكتاب الابيض بحال الميثاق وغيرها من المستجدات اللي كانت في مجال التربيه بالمغرب. لدينا مجال فرعي اخر وهو ديناميات الجماعه في مجال التربوي. نعرف بان ديناميات الجماعه هو مفهوم ارتبط بالجانب الاقتصادي وخصوصا الجانب المقاولاتي، ولكن هنا نتكلم عن ديناميات الجماعه في مجال التربوي، اي كيف يتفاعل الافراد فيما بينهم، يعني جماعه المتعلمين، جماعه الفصل الدراسي مع الاستاذ، كلهم كيفاش يتواصلوا، كيفاش تتبنى الجماعه، نظريات الجماعه وغيرها من التصورات الاخرى اللي هضرت على هذا الموضوع. شنو هي اهم المفاهيم اللي كاينه في ديناميات الجماعه؟ كاين مفهوم ديال القياده، ديال الزعامه، ديال الرياده، التماسك الخارجي للجماعه، التماسك الداخلي، يعني هذه كلها تصورات حول ديناميات الجماعه، ديناميات الفصل الدراسي، يعني الطلاب يقلبوا في هذه المفاهيم وغيرها، لان في اخر المطاف ديناميات الجماعه تدرس وتتبحث في الكيفيه ديال ظهور الجماعات وبروز لبنيتها ووظائفها وكيف تتفاعل داخل المجتمع. يعني تنظروا على المجتمع هنا تنظروا على مجتمع المدرسه وعلى التفاعل مع المؤسسات الاخرى داخل. ثم عندنا اخر نقطه في مجال سوسيولوجيا التربيه وهي التربيه الدامجه، تهتم بالمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عندهم اعاقات اللي عندهم صعوبات في التعلم. وفي النظام التعليمي المغربي عرفنا واحد الانتقال من التربيه الاندماجيه الى التربيه الدامجه، يعني كانوا المتعلمين اللي عندهم اعاقات تيقراو في فصول بوحدهم وتيحاولوا يديروا لهم واحد الفصل بوحدهم، اليوم كاين واحد المقاربه اخرى وهي انه كيفاش هاد المتعلمين دمجوهم مع جماعات القسم الاخرين يعني ما عندهمش صعوبات. وهذا الامر هذا كاين واحد المرجع مهم فيه هو الاستراتيجيه الوطنيه للتربيه الدامجه الصادره سنه 2019، يعني فيه مجموعه ديال الوثائق ومجموعه ديال المعطيات كيفاش نتعاملوا مع هاد المتعلمين اللي عندهم هاد الصعوبات. اذا الى هنا غنكونوا سالينا 70% اللي عندها علاقه بعلوم التربيه، وتبقى لنا 30% في الامتحان ديال هي المفاهيم الاساسيه في الديداكتيك. هذه غنخصصوا لها فيديو اخر، غادي يكون الجزء الثاني ديال توصيف هذا الامتحان. فنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، تكون هذه المعطيات واضحه وبسيطه. بالنسبه للمقالات ولا الفيديوهات اللي عندها علاقه بالموضوع ديال الامتحان علوم التربيه غنخليها لكم في التوصيف، ولكن شي اسئله خليوها لنا في التعليقات، وتبارك الله عليكم والتوفيق والنجاح الجميع.